الإجابة على ذلك الطلب الهوياتي المتزايد في الشارع، لأن لن ننسى آنذاك أنك عن نقاش ما بين الحركات المدنية في مصر ومثلا في بعض الأحزاب وبعض الرموز، كان أحد الرموز هو أحد الرموز يسمى نجيب سويرس، هو مسيحي ومصري قبطي وكان له حزب مدني، فهذا الاستقطاب أدى إلى تفجر هذه مسألة الهوية وبروزها. ولكن الضحية التي كانت هو أن الدستور المصري لم يعالج قضايا أخرى، لأن الدستور كما تعلمون أهم الأشياء التي يعالجها هو النظام السياسي، كيف سنحكم، ويعالج حقوق الإنسان ويعالج السياسة العمومية، ولكن بالنسبة للثقافة هي أساسية، ولكن الثقافة والهوية تحسم بالتوافق لا تحسب بمنطق القوي والضعيف. إذن فكان من الطبيعي أن يكون هذا الدستور دستورا نسميه دستور الغلبة، ولم يستطع أن يصمد أكثر من سنة. ومن ضمن الأشياء التي ساعدت على سقوط هذا الدستور هو هذا الاصطفاف الهوياتي الذي حصل بين جميع أطياف الشعب المصري غير الإسلاميين، فاصطف المسيحيين والعلمانيين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية وإلى آخره، كله استفق من أجل إسقاط هذا الدستور. بالنسبة للنموذج الآخر وهو النموذج المغربي، المغرب كاين واحد مبتدئ بالقرامة معنا الاقتصادية في الفلسفة، كارل بوبر. كارل بوبر هو عالم اجتماع وفيلسوف غربي، عنده واحد الكتاب اسمه أسطورة الإطار. أسطورة الإطار، المفاد ديال الكتاب أو المفاد ديال الأسطورة ديال الإطار تقول أنه من أجل أن نناقش بعض القضايا لابد أن نقتسم بعض الافتراضات الأساسية حول الموضوع، لابد أن نقتسم بعض الافتراضات الأساسية حول الموضوع من أجل أن نبني مشترك. ولكنه يتخلى عن هذه النظرية حين يقول لو كنا متفقين تماما الاتفاق على المواضيع فكن متأكد أن النقاش لن يكون خصيب وسيكون ممل، سيكون النقاش ممل. أنا أعتقد أن مسألة معالجة المغرب أو الدستور المغربي لمسألة الهوية خضعت لهذه الأسطورة ديال الإطار، وبالتالي النقاش أصبح نقاشا مملا. كيف؟ المغرب دولة إسلامية، دولة عربية، أمازيغية مكوناتها وروافدها الأمازيغية والأندلسية والصحراوية والعبرانية إلى آخره. وكأني بكاتب الدستور آنذاك، ولا يجب أن نجتزئ لحظة صياغة الدستور على المكتوب، لأن هناك واحد علاقة جدلية ما بين النص والسياق، وبالتالي أي مكون تم طرحه آنذاك في النقاش تم دسترته. ولعل هذا ما يحول أننا حولنا مسألة وحولنا الهوية المغربية إلى فسيفساء، وبالتالي هو شيء جميل من باب التعددية الثقافية وتمقرطة الهوية. مسألة جيدة، فالأمازيغي مثلا يجد نفسه في الدستور، والصحراوي يجد، وهذا الصحراوي هنا هو ليس، والصحراوي ليس عربي. الأندلسي كذلك يجد نفسه في الدستور، ولكن في المستقبل سنجد أننا إذا واحد الهويات ولا واحد الاستقطابات واحد الحروب هويتية مشرعنة دستوريا. أعطيك مثال الآن، حينما نناقش مسألة الإجهاض في المغرب هناك نقاش حول الإجهاض. بالنسبة للمدني حالي أنا أقول أن الإجهاض خصو يكون، علاش؟ لأن المغرب يتبنى حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ها هوية الدولة كده. ولكن بالنسبة للإسلامي مثلا سيقول مصدرية التشريع في المغرب هي الشريعة الإسلامية، إذن هذا استقطاب هويتي. بالنسبة لي ذلك الشخص أو مثلا أنا كأمازيغي مثلا أريد أن أذهب إلى مثلا سأطالب مثلا بأن اللغة الأمازيغية ستدرج في الإدارة، وهنا سأقول بأن الدستور المغربي ينص على الأمازيغية، إذن هيا عندي حق. إذن هذا سيؤدي إلى استقطابات هويتية مشرعنة دستوريا، مشرعنة دستوريا. من هو الغائب؟ الغائب في دساتير الربيع العربي بين قوسين أو في معالجة دساتير الربيع العربي للهوية، الغائب الأكبر هو الدولة المدنية.
الدولة المدنية، طرحت في المغرب، طرحت في مصر، تختلف صيغة الدولة المدنية، رغم أن الدولة المدنية في تعريفها هي دولة واحدة، ولكن تختلف تأويلاتها بالنسبة للمصريين والمغاربة، حيث أن اشتغلت على النموذجين، لا النموذج المصري ولا النموذج المغربي، كلاهما استطاع أن يؤسس للدولة المدنية. الدولة المدنية كتعني أن ممكن أنه مثلا صديقان يصبح رئيس وزراء أو يصبح رئيس في مصر، وهو لا يمكن في مصر من الناحية النظرية. الدولة المدنية تعني الاحتكار إلى القوانين. الدولة المدنية تعني تغييب الدين في معالجة القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية، ولكن هذا لا يعني أن الدولة المدنية هي ضد الأديان. الدولة المدنية لم تكن أبدا ضد الأديان، ولكن الدولة المدنية هي معالجة ما هو دنيوي بما هو دنيوي. يبقى النموذج التونسي، هو النموذج الوحيد في العالم العربي بين قوسين، هو النموذج الوحيد الذي استطاع أن يؤسس للدولة المدنية. في المغرب عشنا معركة نسميها في المغرب معركة الربع ساعة الأخيرة. معركة الربع ساعة الأخيرة كانت هناك نقطة في الدستور أو بند في الدستور يسمى بحرية المعتقد. حرية المعتقد، وكانت ربما ستفتح لنا النقاش، ولكن تم الاحتجاج. على إدراج مسألة حرية المعتقد في الدستور المغربي بعدة دعوة، ولعل أبرز المحتجين آنذاك كان هناك حركة الإسلام السياسي في المغرب، سواء الحزب الحاكم الآن حزب العدالة والتنمية أو درعه الدعاوي حركة التوحيد والإصلاح، يعني أقول باللغة العربية أرغدوا أزمدوا في مناهضة هذه النقطة. كان بودي نجبد واحد كيف تعاطت هذه الأحزاب مع قضايا الهوية من خلال بعض المذكرات ديالها. وأنا نجد مثلا حزب النهضة والفضيلة للاتجاه الإسلامي في المغرب إبان مرحلة الحوار الدستوري، نجد أنه دعا إلى تكريس المذهب المالكي، حتى المذهب، ولينا زعما حتى نوعيه المذهب ونوعيه التدين التي نريدها ان نفرضها على المواطنين، وانا نتحدث عن دوله المواطنين، حتى المذهب هناك فيه انصراحات. في نفس الملحه صار حزب الاستقلال، وهو حزب المحافظ في المغرب، هو احد اهم الاحزاب من الناحيه التاريخيه في المغرب، دعا كذلك الى تنصيص في تصدير الدستور على ان قوانين البلاد يجب ان لا تتعارض مع تعاليم الاسلام، وأن الشريعة مصدر من مصادر تشريع القانون المغربي. بينما علاقة الدين بالدولة نجد أن أبرز شيء طرح فيها هي حرية المعتقد والدولة المدنية وحرية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. وهنا نجد حزب العدالة والتنمية، هذا ما كنت أريد أن أقوله في المذكرة المقدمة للجنة ديال الدستور، وفي احتجاج قد قدم احتجاجا على مسألة مدنية الدولة وعلى مسألة حرية المعتقد، نجد أنه يقول أو يدعو في 11 يونيو إلى التصدي إلى محاولة التشويش على هوية ومرجعية المغرب، والعمل لأجل الدستور يحقق الديمقراطية والكرامة مع تعزيز المرجعية الإسلامية وتقوية الهوية الوطنية. إذن خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن مسألة الهوية في علاقة مع الربيع العربي طرحت بقوة، في اعتقادي الشخصي أنها عملت على إحداث واحد النوع من النزيف في الوقت الدستوري، في الوقت اللي كان من المفترض فيه أن نناقش العلاقات بين السلطات، أن نناقش فصل السلطات، أن نناقش حقوق الإنسان، أن نناقش توازنات الماكرو اقتصادية وكيف يمكن للدستور، تم تضييع واحد الوقت كثير ولا سيما في مصر في نقاشات حول الهوية، حول مدنية الدولة، حول بعض القضايا الخلافية التي نعتقد أنها لا تحسم بمنطق الاقتراع ولا تحسم بمنطق الانتخاب، هي تحسم بالتوافق. في المغرب درنا
إجماع، ولكن أعتقد أنه إجماع مفرط، إجماع ستكون له كلفة سياسية، ولعل من الكلفة السياسية الآن هو أن هذه القوانين التي مثلا ستصير اللغة الأمازيغية إلى آخره، القوانين الإقليمية هي لم تخرج حي الوجود الآن. وكذلك هناك إشكال آخر أريد أن أختزل به بعد استغناء إسقاط الحال، أن مسائل الهوية ومسائل الغنافية ومسائل التعدد الثقافي هي مسائل تستلزم لا تستلزم فقط القوانين والدساتير، ولكنها تستلزم التربية وتستلزم تحقيق التراكم. ففي المغرب الآن مثلا مسألة بعض المسائل الخلافية التي ستظهر في رمضان مثلا، عندنا مثلا بعض الأشخاص الذين يمارسون مثلا رمضان لا يصومون رمضان إلى آخره، ستطفو هذه المسائل على الخلاف، مسألة الأكل في رمضان وكيف المجتمع يريد أن يقتص مثلا منهم شخصيا. عندنا المثلي، حركة المثلي مثلا، هناك بعض القضايا في دين الله إلى آخره، وهي تتطلب واحد تربية مجتمعية، لأن يعني المجتمع الآن ربما أن حتى الدستور لو ذهب بعيدا في هذه المسائل، أعتقد أن المجتمع سيكون ضد هذه الممارسات، وبالتالي لا الدستور ولا القانون بإمكانه أن يجيب فقط عن إشكالية الهوية، ولكن تستلزم تربية مدنية وتستلزم كذلك ثقافة. وبما أن الثقافة نناقش إشكالية الهوية، أنا أختم بكلمة أقولها دائما، أن الثقافة هي الحل. شكرا للملتقى تازا، شكرا لحضرتكم. شكرا للأستاذ مهدي إدريسي على هذه المناقشة.